أخبار اليوم. السؤال الثالث: في الفقرة الأولى اكتب العبارات التالية في كراسة الإجابة بعد تصويب ما تحت خط. واتفقنا أن العبارة تنقل بالفعل، وتحت الكلمة اللي أنا حذفتها أحط خط تحت الكلمة الجديدة عشان تبقى أكثر وضوحا لمقدر هذا السؤال. يستخدم غاز الخردل في حفظ الأنسجة النباتية. هنشيل غاز الخردل ونحط مكانه غاز النيتروجين السائل، هو اللي بيستخدم في حفظ الأنسجة النباتية. 2. الكائن الحي الذي يتكاثر جنسيا عندما تكون الظروف غير مناسبة، الأميبا. بس الأميبا تكاثرش جنسيا. من الكائن الحي الذي يتكاثر جنسيا عندما تكون الظروف غير مناسبة؟ الأسبيروجيرا. 3. عدد الفقرات التي تتصل بالدروع العائمة 8 فقرات. احنا نملك زوجين من الدروع العائمة، وكل زوج يتصل بفقرة، وبالتالي تبقى إجابة هذه الجزئية عدد الفقرات التي تتصل بالدروع العائمة فقرتين. 4. نسبة الفئران البنية الناتجة من تزاوج ذكر أسود اللون مع أنثى بنية اللون كل منهما نقي، كاتبين النسبة 25%. تخيلوا ان البني كان نقيا والاسود كان نقيا. طيب تفتكروا من السائد ومن المتنحي؟ دي مش مذكورة في المسألة لكنها مذكورة في الكتاب. الاسود سائد على البني، ولذا نسبة الفئران البنية الناتجة عن هذا التزاوج ستكون 0%، فيش ولا فار بني. 5. مضاد قدون شفرة حمض الميثونين. تعرفين ان الايو جي ده شفرة حمض الميثونين، لكن مضاد القدون هيبقى يو اي سي. 6. أول تتابع على شريط الدي ان ايه يلي المحفز على الدي ان ايه. تعرفين المحفز وراه تتابع، هنسخ منه الاي يو جي، يبقى عندي تي اي سي على الدي ان ايه. الفقرة باء: قارن بين. اتفقنا في المقارنات بنصمم جدول وبنذكر فيه أوجه الاختلافات علشان نحصل على الدرجة كاملة. حويصلة جراف والحويصلة المنوية. أنا بفضل دايما لما تكون هناك أعضاء موجودة تبقى المقارنة من حيث المكان ومن حيث الوظيفة أو الأهمية. حويصلة جراف مكانها فين؟ جوه المبيض في أنثى الإنسان. أما الحويصلة المنوية فهي ضمن مكونات الجهاز التناسلي الذكري، بتفتح في قناتي فالوب، كل حويصلة في قناة. دور حويصلة جراف تلعب دور مزدوج عشان بتسبب انضاج البويضة، بالإضافة أنها بتفرز هرمون يسمى هرمون الأستروجين، بينما الحويصلة المنوية بتفرز سائل يغذي الحيوانات المنوية وهو سائل قلوي التأثير. المقارنة أيضا ما بين المتك وما بين الأنثريديا. المتك هو عضو التذكير في النباتات الزهرية، بينما الأنثريديا هي عضو التذكير في النباتات الصرخسية. المتك يحتوي بداخله على حبوب لقاح، بينما الأنثريديا تحتوي بداخلها على سابحات مهدبة. حبوب اللقاح تتكون في المتك بالانقسام الميوزي، بينما الأنثريديا تتكون بداخلها السابحات المهدبة بالانقسام الميتوزي. الفقرة جيم عبارة عن مسألة بتقول: تزوج رجل فصيل الدم بي من امرأة فصيل دمها او، فأنجب طفلا فصيل الدم او، مات هذا الطفل بحالة أنيميا خلايا منجلية. فسر على أسس ثلاثية موضحا التركيب الجيني والمظهري للآباء ونسبة الفاقد من الأبناء. أنا عندي دامج نمطين وراثيين، نمط خاص بفصائل الدم تعدد بدائل، ونمط خاص بالجينات المميتة وهي أنيميا الخلايا المنجلية. كيف يمكن حل هذه المسألة؟ أولا الرجل فصيل الدم بي وأنجب أو، يبقى الرجل تركيبه هو عبارة عن بي أو، وطبعا في حالة أنيميا الخلايا المنجلية هيبقى اس كابتل اس سمول. الزوجة فصيلة دمها او، ملهاش غير احتمال واحد او، وهي هجينة ايضا في انيميا الخلايا المنجلية، يبقى انا كده عملت هذا التزاوج. في كام احتمال في الرجل؟
في عندي أربع احتمالات في الذكر، وهي بي كابتل اس كابتل، بي كابتل اس سمول، بي سمول اس كابتل، آسف، بي كابتل اس كابتل، لكن هنشطب ديت ونعملها او علشان بنستخدم رموز لازم نلتمس او نلتزم بيها. يعني يبقى خلاص الاولانيه بي كابتل اس كابتل، الثانيه او كابتل او او بمعنى صح، ومعاها او هنا بي اس كابتل او اس كابتل، وبعدين بي اس سمول، وبعدين او اس سمول. هنا عندي احتمالين وهما او اس كابتل او اس سمول. لما يبقى عندي اربع احتمالات عند الذكر واحتمالين عند الانثى، يبقى لازم اعمل تخطيط لمربع بونت، وانتوا عارفين ازاي المربع ده بشتغل عليه. بكتب بي كابتل اس كابتل، بي كابتل اس سمول، او كابتل اس كابتل، او كابتل اس سمول، او او بس يعني مش مهم كابتل. هنا عندي او اس كابتل او اس سمول. هنا مع بعض بقى بي او، بكتب بي او اس كابتل اس كابتل، ده الفصيله بي وسليم. اللي بعديها بي او اس كابتل اس سمول، الفصيله بي ولكنه سليم هجين. الثالث او او اس كابتل اس كابتل، تبقى الفصيله او وسليم. او او اس كابتل اس سمول، الفصيله او وايضا سليم ولكنه حامل لجين المرض. بي او اس كابتل اس سمول، الفصيله بي وحامل لجين المرض. بي او اس سمول اس سمول، في الحاله دي هو الفصيله بي ولكنه يحمل الجينات المميته في صوره نقيه فيموت قبل ان يصل الى سن البلوغ. يبقى هذا الطفل سيموت عند العاشره من عمره بسبب انه يحمل جينات مميته تسببت في انطواء خلايا دمه الحمراء وتحولت الى الشكل المنجلي ومات قبل ان يصل الى سن البلوغ. الثالث او او اس كابتل اس سمول، ده الفصيله او وهو يعتبر سليم ولكنه حامل لجين المرض. الاخراني او او اس سمول اس سمول، صحيح الفصيله او بس اجتمع فيه الجينات المميته في حاله نقيه فايضا يعتبر من الموتى. يبقى اصحاب الحالات اللي وضحت فيها الجينات المميته هي الحاله ديت والحاله دي، يبقى انا عندي حالتين اتنين بالنسبه لكام؟ بالنسبه لثمانيه، اذا النسبه 25%، بعضهم ذكور وبعضهم اناث. لماذا؟ لان هذا الجينات او هذه الجينات المميته ليست مرتبطه بالجنس، فمعدل اصابتها بين الذكور تساوي معدل اصابتها بين الاناث. وعلى هذا لو اعتبرت ان 25% من افراد هذا الجيل سيموتون بانيميا الخلايا المنجليه، سيكون نصفهم من الذكور ونصفهم من الاناث، وبالتالي 12.5% و12.5%، ده اذا كنت حاب اقول كل التفاصيل دي. كانت حل مساله اللي بتقول تزوج رجل فصيله دمه بي بامراه فصيله دمها او فانجب طفلا فصيله دمه او ومات هذا بانيميا الخلايا المنجليه. في او مات وفي بي محتمل برضه يموت، وبالتالي تبقى النسبه 25%. الفقره الثانيه من السؤال الثالث في الفقره جيم، كيف تمكن العلماء من تغيير صفه لون العيون في حشره الدروسيفلا؟ تمكن العلماء من انهم يزرعوا جين عيون حمراء محل جين عيون بنية في خلايا جنينية مقرر لها أن تكون خلايا المناسل. يعني لو كانت في ذكر هتبقى خصي، لو كانت في أنثى هتبقى مبايض. في هذه الحالة
أصبح الخلية أو الجنين الناتج يحمل بداخله جينات العيون الحمراء في الخلايا التناسلية. الأفراد الناتجة عن هذا الجنين عندما يكبر طبعا وينتج عنه أفراد ستكون عيونها حمراء بدلا من عيون البني. أيضا كيف تمكن العلماء من الحصول على سلالات نباتية لا تحتاج إلى أسمدة؟ هم اكتشفوا أن هذا الجين المسبب لوجود العقد البكتيرية على جذور البقوليات ومن الفول يتواجد فقط عند بعض النباتات، وعندما عمل هذا الجين وتم نقله إلى نباتات أخرى اكتسبت هذه الصفة وتراكمت البكتيريا العقدية في شكل عقد على جذور هذه النباتات، وبالتالي أصبحت هذه النباتات لا تحتاج لأسمدة نيتروجينية. دي كانت الفقرة الخاصة والأخيرة من السؤال الثالث، إن شاء الله نتناول مع بعض السؤال الرابع.